كيكرو ليه، كيف ما كتشوفوا معايا فهو كيجي رائع بزاف، تحفه. فهو كيجي لذيذ بالكريمه ديالو، كيجي واعر وزوين بزاف. ودابا باش نتعرفوا على الطريقه بقاو معايا. ودابا نتعرفوا على المقادير ديال لا جينواز. عندي هنا 80 غرام ديال الطحين، وعندي هنايا اربع بيضات مفصولين، الابيض بوحده والاصفر بوحده، اربعه البيضات. وعندي هنايا واحد شاسي فاني، وعندي ملعقه صغيره ديال الزيت، وعندي واحد ربع كاس ديال الماء صغير، كاس ديال الشاي صغير، وعندي نصف كاس عنبه ديال سنيدة، تقريبا نصف كاس، جوج معالق كبار ونص بحال هادو. ودابا نتعرفوا على الطريقه ديال لاجينواز. نبداو على بركه الله. غناخد اربع ديال البياض ديال البيض، ونضيف عليه ملعقه ديال سنيدة، ونطربهم بالطراب الكهربائي حتى يوليو على شكل مورانغ. وناخد عاود أربعة ديال الأصفر ديال البيض، وضفت عليهم واحد النقيطة ديال الخل، ونضيف عليهم الماء، داك الربع ديال الكاس ديال الماء، ونضيف سنيدة، والملعقة ديال الزيت الصغيرة، والفاني. ونطرب هاد العناصر كاملين حتى هما، نطربهم مزيان ونرجع معاكم. ودابا بعد ما خدمت المورانغ مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، كنقلبوا الاناء وما كيطيحش. فالسر ديال النجاح ديال لاجينواز هو نخدموا العناصر مزيان، يعني نخدموا هاد الابيض ديال البيض مزيان، ونخدموا الاصفر. ودابا عاوتاني غنطرب الاصفر ديال البيض اللي باقي عندي مع العناصر الاخرى، ونرجع معاكم. كما كتلاحظوا معايا بعد ما خدمت الاصفر ديال البيض خدمته مزيان، فنصيحتي لكم خدموا العناصر، طربوهم مزيان، الابيض ديال البيض والاصفر ديال البيض مع العناصر اللي معاه، باش تنجح معاكم لاجينواز. وناخذ 80 غرام ديال الطحين مغربل، ونعاود نغربلو، ونبقى نضيف بالتدريج، وانايا كنخلط. بسم الله على بركه الله. ونبدا نخلط بواحد سباتيل، نبدا نخلط من التحت للفوق، انايا كنخلط. ونضيف الطحين، فثمانين غرام نقسمها على ثلاثة دفعات بالتدريج. ونخلط. ونبقى نخلط باش ندخل داك الطحين مزيان، ونضيف الطحين المتبقي، ونخلط. كما كتشوفوا معايا
ودابا نضيفوا الابيض ديال البيض وحنا كنخلطوا. نضيف فوق منهم الابيض ديال البيض المورانغ اللي خدمناه حتى ولا مورانغ، ونبدا نخلط في هاد العناصر كلها من التحت للفوق. نحاول نخلطوا لجهه واحده باش ما نخرجوش داك الهواء اللي في المورانغ. دابا كنكتفيو فالخليط ديالنا امتزج. الخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا كيخصو يجينا على هذا الشكل. دابا كيف ما كتشوفوا معايا فانا خديت اللاطه ديال الفرن وحطيت فيها البابي كويسون ودهنته بالزبده مزيان، ودابا غنصب فيه الخليط ديال لاجينواز. بسم الله على بركة الله. ونبدأ نسرح بهذه الطريقة، نسرحها ونقادها مزيان في المول كامل. بعد ما سرحت الخليط ديال لاجينواز كيف ما كتشوفوا معايا في اللاطه وقديته مزيان، غندخلو للفرن مسخن من قبل على عافيه مهيله لمده ما بين 8 دقائق 10 دقائق، المهم حتى طيب، ونرجع معاكم. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا كيكرولي، ها هو طاب لاجينواز ديالنا كيجي زوين. ودابا غنحيدو، ناخذ واحد السربيته كما كتشوفوا معايا، فهو ما لصقش حيت دهنت البابي بالزبده، فهو كيجي خفيف ومفشفش يتفنجي وزوين. كيف ما كتشوفوا معايا فهو ما لصقش، كيتشوب بكل سهوله. ودابا غنلويه، بسم الله على بركه الله. كتشوفوا معايا صافي، وغادي نخليه جانبا باش نمروا نصايبوا الكريمه باش غادي نحشيوه. غنصايبوا واحد الكريمه زوينه ان شاء الله. غنحضروا الكريمه ديالنا باش غنحشيو الكيك رولي. كيف ما كتشوفوا معايا عندي جوج العلب ديال هاد الفلان دانيت منكه بالفاني، وعندي هنا واحد العلبه واحد الشاسي ديال كريم شانتيي غبرة، وغنضيف كاس ونص ديال الحليب، كاس عنبة كبير ونص ديال الحليب، والعناصر كلهم يكونوا باردين. وانا غنقسم هاد العناصر على جوج حيت بغيت نلون، غنلون بهاد الباربا
فانا طحنتها وخديت منها غاديك الرغوه الفوقانيه هي باش غادي نلون النصف ديال الكريمه ديالي، وغنضيف معلقه ديال سنيده مع هاد العناصر اللي غنصوب بهم الكريمه. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خفقت الكريمه فهي كتجي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا. فالنصف ديالها لونتو بالرغوه ديال الباربه كيف ما قلت لكم، وتحصلت على هاد اللون ديال الغوز بيبي كيجي زوين، فهو ملون طبيعي. والنصف الاخر بالابيض، وغادي نمرو دابا ان شاء الله باش نزينو لاجينواز ديالنا. ودابا نبداو نزينو الكيك ديالنا بالكريمه اللي وجدنا. غنبدا نحشيه بهذه الطريقه، صراحه هذه الكريمه كتجي لذيذه بزاف، بدانيت ديال الفلو كيعطي هذيك النكهه ديال الفاني، والمذاق ديالو كيجي زوين. وهاد الباربه اللي لونا بها، هاد الرغوه ديال الباربه اللي لونا بها حتى هي عطات الكريمه واحد اللون زوين غيعجبكم، وكنتمنى تجربوها. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا غنبدا نزينو تم الفوق بالكريمه، والتزيين كيبقى اختياري لكل واحد. وعندي الفواكه هنا الكيوي مع الفريز باش نزين بهم، ونبدا نسرح الكريمه على الكيك ديالي من الفوق. فكيف ما كتشوفوا فهو كيجي زوين، فانا حشيته بالكريمه الغوزيه غوز بيبي. كيف ما كتشوفوا معايا غندهنو كامل من الفوق بالكريمه البيضاء. كتشوفوا معايا فانا كنزين في الكيك رولي بهذه الطريقه، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغى، فانا اختاريت نزين بهذه الطريقه وهي كتجي زوينه. ودابا بعد ما كملت التزيين ديال الكيك رولي ديالي كيف ما كتشوفوا معايا فهو كيجي تحفه تحفه، واعر وزوين، وزينته بالكيوي والفريز والكريمه. ها انتما كيفاش كيجي، فهو كيجي زوين بزاف ولذيذ، كيجي تحفه. كنتمنى يا ربي تجربوه، وكنقول لكم سنه سعيده وكل عام وانتم بخير. الله يدخل علينا هذا العام بالصحه والسلامه والرزق والنجاح لينا ولوليداتنا ان شاء الله. وكنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.